السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد جمال من قناتكم تشتري اي جي المصري. موضوع حلقتنا النهاردة شباب هيبقى عن انا ليه لازم ابقى على النت، ايه اللي انا هستفيده لو انا موجود على النت. انا بتكلمش يا جماعة عن ربح اونلاين دلوقتي، انا بتكلم لأي حد ممكن يكون عنده اكونت، ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، اي حد ليه نشاط على الانترنت او بره الانترنت، سواء كان محل اي شغل، حتى والله لو طالب هيقدر يستفيد من اللي انا اقوله النهارده. ممكن استفادته دي توصل ان هو يقدر يكمل مرتاح طول عمره. المهم يا جماعه، ايه الفكره ان انا بقول للناس كلها انتوا لازم تبقوا موجودين على الانترنت؟ ليه لازم يبقى لنا تواجد اونلاين؟ ليه لازم نفضل هنا نبقى كلنا موجودين على النت، ننقل حياتنا ليه اونلاين؟ ايه الفكره او ايه السبب او ايه الدافع ان انا لازم ابقى موجود اونلاين؟ اول حاجة ان انا موجود اونلاين ده في حد ذاته بعمل لنفسي اسم، يعني انا مثلا تشتري ايجي او انا معروف باسم المصري. طيب ايه فكرة المصري؟ المصري ده واحد عنده مدونة بيعمل كذا كذا كذا، او بينشر في مجالات كذا، او معروف انه هو عنده كذا. المهم بعد الإعلان اللي جاي أو بعد الفاصل هنرجع لبعض ونتكلم ليه لازم أبقى هنا وليه لازم كلنا نحاول نبقى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد جمال من قناتكم تشتري إي جي المصري. زي ما اتفقنا في أول الفيديو يا جماعة، موضوع النهاردة هيبقى ليه أنا بقول للناس كلها لازم تبقى موجود على النت، لازم تعمل نفسك موقع، على الأقل اعمل نفسك صفحة على الفيسبوك أو على أي منصة التواصل الاجتماعي، وده هيفيدك وليه ده هيفيدك. وهنتكلم عن الموضوع باختصار في 4 نقط بالظبط، والنقطة الخامسة ممكن أقولها لكم ممكن لأ اجتهادا مني. أول نقطة، التواجد على الإنترنت بيتيح لك إن أنت تعمل أي مهمة ليك من غير ما تتعب أو تمل. يعني أنا لو عندي بحث عايز أقدمه للدكتور أو عايز أقدمه في الجامعة، البحث ده بيتكلم مثلا عن مثلا عن معالجات ال 64 ومعالجات ال 32، ايه اللي انا ممكن الجا له؟ هروح المكتبه وافضل اقرا عن معالج ال 64 او ال 62 او ال 32، ولا انا ممكن اخش اعمل سيرش عن المعلومه اللي انا عايزها بالتحديد في المعالج ده، المعلومه اللي انا عايزها بالتحديد في المعالج ده، واقدر اتكلم في الموضوع ببساطه. اكيد ممكن اعمل سيرش عن المعلومه، وده انا بفضله، انا شايفه احسن وسلس اكتر وهيريحني اكتر. طيب التواجد على الانترنت بيتيح لك ان انت لو صاحب محل او لو عندك اي حرفة، خلينا مثلا نتكلم عن لو انت تاجر مثلا، عندك مثلا ادوات منزلية، مثلا عندك اجهزة كهربائية، خلينا في الاجهزة الكهربائية، وبدأت ان انا اعرض الاجهزة اللي عندي. يا جماعة انا عندي تلاجة نوعها كذا، يا جماعة انا عندي بوتاجاز نوعه كذا، انا مثلا عندي شاشة نوعها كذا. فأوريد الناس بدأت عارفة دلوقتي اللي موجودين على النت ممكن كلهم كده دلوقتي بالنسبة لي عملاء. ازاي نوصل بقى للليفل ده؟ ازاي كل دول عملاء؟ كل دول عملاء لان كل دول بقوا دلوقتي عارفين ان انا زي مثلا ان انا محمد عندي كذا، بتاجر في كذا، انا محمد مثلا شغال في الدهانات، انا محمد شغال في كذا. تمام، دي تاني نقطة. تالت نقطة، ان انت بيبقى قدامك سوق عالمي ومحلي. ازاي؟ انا مثلا لو عندي محل فانا مش هقدر افتح فرع في كل منطقة في العالم، او على الاقل مش هقدر افتح فرع في كل منطقة في البلد اللي انا عايش فيه، صح؟ اكيد ده صح. فبلجأ ان انا يبقى ليا تواجد اونلاين بحيث ان اي حد في اي بلد على المستوى المحلي او على المستوى العالمي بيقدر يدخل على الموقع ده او يعرف الموقع ده او يعرف المنتجات اللي عندي ويعرف اسعارها ويعرف يتصل بيا ويعرف يوصل الحاجه اللي انا عايزها لحد عندي. وغير كده لو انا مثلا شغال في الدهانات زي ما انا قلت، بعرض الشغل بتاعي وبعرض الدهانات بتاعته للسيارات اللي انا شغال عليها مثلا، وبعرض الشغل ده للعملاء. فلو واحد مثلا معجب بشغلي وهو مثلا عايش زي مثلا في القاهره وانا في اسكندريه مثلا، هو ممكن يكلمني ويقول لي انا الشغل ده عاجبني وعايز اعمله. ساعتها انا كده بيبقى لي في فرصه عمل اعلى بكتير من المنطقة اللي حواليا، لأن المنطقة اللي حواليا خلاص عارفاني ونادرا ما هيحتاجوا حاجة. يعني خلينا صراحة مع بعض، أنا مش كل يوم بحتاج مثلا تلاجة، ومش كل يوم بحتاج حد يتنقل للبيت، مش كل يوم بحتاج كهربائي، مش كل يوم بحتاج سباك،
وهكذا مع كل المهن. فالتواجد اونلاين حاليا بقى ضرورة قصوى للعالم كله. طيب لو انا قررت ان انا ابقى موجود اونلاين وعملت موقع، خلينا في النقطة دي، الموقع بقى بيتيح لي ان انا اشوف اناليتكس يعني تحليلات للزيارات اللي عندي. فالتحليلات دي مع شوية دراسة كده للموضوع هتلاقيك بدأت تعرف فلان او سين او عين او صاد مهتم بايه عندي. مثلا احمد جاي على نوع ايه بالظبط، فلان جاي بيدور على ايه بالظبط، صاد بيدور على ايه بالظبط، فهقدر ان انا اجيب كل اهتمامات الناس دي وان انا هيبقى عندي كده استهداف صح لكل الناس دي. طبعا ده كان في اطار ان انا ليه بقول لك انت لازم تبقى موجود على الانترنت، ليه لازم ننقل حياتنا كلها اونلاين. النقطة الخامسة اللي انا قلت هتبقى اجتهاد مني، احنا ممكن اصلا نعمل استهداف للناس دي بطريقة سهلة جدا. انا محمد عندي اصحابي، فاصحابي ممكن لو انا عملت صفحة بتكلم فيها ان انا عندي مثلا مدونة زي مدونة المصري بتاع شتري ايجي، وده اللي حصل فعلا في البداية. انا قلت لاصحابي ادخلوا شوفوا المدونة، ولو عجبتكم خد الموضوع اللي عجبك وشاركه بالطبيعي. فبدأ ان اصحابي بيشاركوا المعلومة، فاصحابهم شافوها فبدأوا يشوفوا المعلومة، وهكذا بدأت الصفحة عندي او الموقع عندي بمعنى صح يكبر. قبل قناة اليوتيوب بس هي بإذن الله هتكبر، لأن أنا متفائل بكم كتير بصراحة. المهم يا شباب كده احنا فهمنا الفكرة بتاعت أنا ليه بقول لك لازم تبقى موجود على النت. طبعا في واحد دلوقتي بيقول لي طب أنت بتقول يا شباب يا شباب بالنسبة للبنات؟ على فكرة يا جماعة لو أنتوا شفتوا شوية في اليوتيوب هتلاقوا إن في بنات ما بتظهرش قدام الكاميرا، كل اللي هي بتعمله بس بتكتب شوية مقادير وكلام من ده، بتعمل برنامج طبخ سهل جدا إن هي بنت ممكن تعملوها في البيت وبتكسب من ورا اليوتيوب والبرنامج ده بجد أرباح خرافية. ومش شرط إن المحتوى اللي هي بتقدمه بتكون حصري، مثلا لأن أنا معلش أنا بدخل مثلا بكتب طريقة عمل الكيك بلاقي 500,000 طريقة محطوطة قدامي، بس لازم يكون في حاجة، في إصرار، في روح إن أنت عايز تكمل. أنا عن نفسي قلت في الفيديو التعريف عن القناة أنا عايز أكمل يوتيوب ليه وعايز أكمل على الموقع ليه. معلش حلقة النهاردة كانت طويلة وأنا قاعد أرغي، بس للأسف الموضوع خلص لحد هنا. وزي ما قلت لكم خامس حاجة إن إحنا ممكن يا جماعة عن طريق التواجد أونلاين نقدر نسوق لمنتجاتنا، نقدر نسوق لحاجة إحنا بنعرف نعملها، نقدر نسوق لحياتنا بالكامل. المهم يا شباب كان معاكم محمد جمال من قناتكم تشتري إيجي، وما تنسوش دايما تدعمونا بلايك شير سبسكرايب، ولازم يا جماعة تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، واشتركوا. وأي حد عايز استفسر عن اي معلومه مهما كانت يا ريت تسالني في الكومنت، انا دايما برد على الكومنت سواء اي حد سالني انا هرد عليه. وممكن تزوروا الموقع بتاعنا www.tashriqeg.com.